نظرا تحدث عن نظام الامتحانات الالكترونيه اكثر عداله من الامتحانات الورقيه في الجامعات، فلنتفضل رئيس الحكومه. سيدي رئيس الجلسه الموقره، الساده المحكمون، زملائي من فريقي الموالاه والمعارضه، الحضور الكريم، سلام الله عليكم جميعا. جئنا اليوم لنؤيد مقولة نظام الامتحانات الإلكترونية هو أكثر عدالة من الامتحانات الورقية داخل الجامعات، وسوف نتناول الحجج، وهي الاختبارات الإلكترونية هي أكثر شفافية بمجرد الابتعاد عن أيادي البشر، عيوب التصحيح الورقي، وسوف يتناول نائب رئيس الحكومة التطور المستحدث للحياة وتحجيم ظاهرة الغش والتنمية المستدامة في إطار التعليم الجيد، ويقوم العضو الفعال بتفنيد ما قاله الفريق المعارض. وسوف نتناول ايضا بعض المفاهيم التاليه، وهي الامتحانات الالكترونيه هي وسيله لتقويم الطالب الكترونيا واعداد الاختبارات بطريقه سهله. ثانيا العداله، وهي تعني عدم الانحياز في اصدار اي حكم مطلق لاي انسان في اي امر. الاختبارات الإلكترونية أكثر شفافية وعدالة بمجرد الابتعاد عن أيادي البشر. منذ بداية التعليم وحتى سنوات قريبة عانت المنظومة من شعور كثير من طلابها بعدم العدالة في الحصول على الدرجات، وكثيرا ما يتردد بين الطلاب فكرة اضطهاد دكتور جامعي لطالب بعينه، وذلك لأسباب مختلفة، والعكس صحيح في استحسان دكتور جامعي لطالب بعينه وتمييزه عن باقي الطلاب وقدرة الدكتور في التحكم في الدرجات بمختلف أشكالها. وبرزت هذه المعضلة الكبرى، وهي معضلة عدم العدالة في الحصول على تفضل. كيف هي الاختبارات الإلكترونية تحقق الشفافية وتدعم نظام المحسوبية أو ما إلى ذلك مما سبق؟ ما دليلك إنها تبتعد عن نظام المحسوبية؟ لا يوجد أي أدلة في الحصول على، وهي معضلة عدم العدالة في الحصول على أعلى قدر من الشفافية، ولكن مع تطور التكنولوجيا في وسائل الاتصال المختلفة برزت على الساحة فكرة الاختبارات الإلكترونية التي تعمل بقدر أكبر على العدالة، وكان الخيار الأفضل بالنسبة للجامعات هو الاختبارات الإلكترونية. وتطلعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تطبيق هذه الفكرة والعمل على ترسيخها، وبالفعل قامت الدولة بإعداد كافة التجهيزات الخاصة للاختبارات الإلكترونية، وما زالت هذه الأعمال مستمرة حتى الآن قدما وساق. عيوب التصحيح الإلكتروني، ويتضح ذلك في نقاط عدة: إبراز الفروقات الفردية بين الطلاب، وهي تمثل معيار خارج عن إرادة الطلاب. تفضل. هل هي عيوب التصحيح الإلكتروني أم الورقي؟ ويتضح في نقاط عدة: إبراز الفروقات الفردية بين الطلاب، وهي تمثل معيار خارج عن إرادة الطلاب في فهم الاستيعاب والتعبير والكتابة نفسها، ولكن من خلال إجراء تلك الامتحانات الإلكترونية وتحديد الأسئلة في إطار المحدود. الأسئلة الإلكترونية تحدد معيار الأسئلة في إطار محدد، وهو الإجابة بالصح أو الخطأ أو الاختيار من ما بين الأقواس، وذلك يسهل على الدكتور. تفضل. أليس لذلك هو تحجيم لمقولبة العقول بحيث أنه الإجابة تكون صواب إما خطأ؟ في حين شكرا. لم تكمل الإجابة فلا أستطيع الرد. والدكتور في توفير الوقت والجهد وتحقيق السرعة والدقة، وهذا من مزايا التصحيح الإلكتروني. بالإضافة إلى إظهار آلية التصحيح الإلكتروني وعدالتها في ترك التقييم الكامل للأجهزة الإلكترونية وليست في يد الأفراد. ونؤكد على ذلك في سعي الدولة المصرية في إجراء الاختبارات الإلكترونية، حيث صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور لاحقاً في التقرير الذي قدمه على جهود الوزارة في ملف التحول الرقمي إنه تم تطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية لحوالي 92 كلية في 27 جامعة لعدد 30 ألف جهاز، كما أمضى
يوحى ايضا انه جاري تنفيذ نظام الاختبارات الالكترونيه لعدد 422 كليه بعدد 170 الف جهاز. واكد ايضا على توجه الوزاره نحو التحول الرقمي انه اصبح امرا ضروري في ضوء التوجه العام للدوله نحو الرقمنه وكافة الخدمات لتيسير على المواطنين والاستفادة من العصر الرقمي، وهذا من أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. شكرا لحسن الاستماع. بيتم التصحيح والدكتور بتاع المادة بيبقى عدم عنده عدم دراية تامة على حصولك على الدرجات، فهو ما بيبقاش عارف أصلا أنت حصل على إيه، وبالتالي ابتعاد عن الآياتي. حضرتك عارفة إنه إن الدكتور لو معاه اسم الشخص المسجل في امتحان إلكتروني يقدر إن هو يدخل على بيانات الامتحان دي ويعدل فيها، بتكون الدرجة تماما الحقيقة. هو ما لو بإيده إنه يحصل أي تلاعب فده أعمال السنة، لكن الدرجة بتاعت الاختبارات الإلكترونية هو غير يعني غير دراية تامة عنه. تمام. شكرا. سامي المعارضة. ليس عدلا ولا إنصافا أن يكون النظام للنقيضين إنصافا، أن يكون الطلاب بين أطراف الرحى وأصحاب النظام ودعاة التجديد هم الرحى. يقولون الإنترنت معلق وتاريخ من التوتر والقلق، غضب وسخرية ونظام جديد ودعوة للتجديد. نتيجته امتحانات غير متكافئة أصبحت مثالا للفشل. فالامتحانات دائما ما شكلت أزمة حتى وصلت عملية اختراق السيرفرات إلى 4 ملايين محمل. سيداتي وسادتي من لجنة التحكيم الموقرة، زملائي وزميلاتي، فريقين المؤيد والمعارض، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أود أن أعلن لكم موقف فريق الرافض لمقولة أن نظام الامتحانات الإلكترونية أكثر عدالة من الامتحانات الورقية داخل الجامعات. بعد البدء أود أن أقف على بعض النقاط التي ذكرها رئيس الحكومة. فقد ذكر رئيس الحكومة أن الامتحانات الإلكترونية سوف تكون أكثر شفافية وعدالة بمجرد الابتعاد عن أيادي البشر. فمن ضمن لنا أن البشر لن يتدخلوا في تصحيح هذه الامتحانات؟ ألا تعلمون أن الدكتور الذي يضطهد الطالب يستطيع أن يجمع هو الدرجات أو تجميع الدرجات هو من مهمة هذا الدكتور؟ نقطة معلومة. فعليه سأخذها لاحقا. وعليه فإن الحاسوب يثبت هذه الإجابة صحيحة أم خاطئة ويقوم الدكتور بجمع درجات، فإذا أراد أن يفعل شيئا أن يضطهد شخصا أو أن يجعله يعني يعيد السنة أو غيره فسيفعل ذلك بكل بساطة. تفضل. أنتوا بجامعة أسيوط عندكم تصحيح إلكتروني، إيه هو دليلك على إن في حالة اضطهاد لطلبة عندكم في الجامعة؟ دليل ان احنا ممكن نعمل يبقى في درجات ناقصه ونعمل تظلم بنلاقي الدكتور مش جايب درجات صح وبإحنا في الاخر ما بناخدش درجات، يعني انا بعد الدرجات وبلاقيها تمام ومجموعه غلط. تمام. ذكرتم عيوب التصحيح وقلت الالكتروني ولكن كنت تقصدين الورقي، ولكن هذه ليست مشكله. كيف سيفهم هذا الحاسوب ما يكون طالب بكتابته؟ هو ليس انسانا لا يفهم الابداع والتحليل. وإذا قلنا أن الامتحانات ستكون كلها اختياراً من متعدد قد يكمل التعليم أصلاً، وسنذكر ذلك في حجتي. أود أن أضيف على التعريف الذي ذكرتموه أن الاختبارات الإلكترونية هي اختبارات تضم مجموعة من الأسئلة المتنوعة، اختيار من متعدد، والصواب والخطأ، والتفصيل والترتيب والإكمال الفردي وغيرها. وهذا يشمل وتشمل هذه الاختبارات اختبارات تتم على الأجهزة الإلكترونية واختبارات تصحح إلكترونية مثل نظام باب الشيف الذي ذكرتموه ولم تذكروا الاختبارات الإلكترونية. دعوني أولا أعرف بكم على آلية عمل الفريق، حيث أننا سنتناول الموضوع من عدة جوانب اقتصادية وتعليمية وغيرها. وحجتي الأولى منطوق هامش. سوء الأوضاع الاقتصادية وعدم كفاءة البنية التحتية يؤدي إلى غياب العدالة في الامتحانات الإلكترونية. كم ساعتكم الآن يا سادة؟ 11؟ ألم تكن 10 قبل أمس؟
ألا تعلم لما حدث ذلك؟ نقطة معلومة؟ لاحقا، فقد قامت الدولة بتغيير التوقيت حتى توفر الطاقة وتقلل سنك الكهرباء. فهل في بنية تحتية مثل هذا الضعف بالإضافة إلى مشكلات الإنترنت التي تعاني منها مصر، حيث تراجعت مصر 6